هل يجوز أن نصلي على الميت أكثر من مرة؟ تكرار الفرد لصلاة الجنازة على الميت غير حرام لعدم وجود دليل يحرمه، وإنما هو مكروه فقط، بمعنى أن من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها مرة أخرى. أما من لم يصلي على جنازة فيجوز له أن يصلي عليها بعد أن يصلي عليها غيره. جاء في فقه المذاهب الأربعة ما نص: يكره تكرار الصلاة على الجنازة، فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة، حيث كانت الصلاة الأولى جماعة، فإن صلي عليها أولا بدون جماعة أعيدت ندبا في جماعة ما لم تدفن. والشافعية قالوا: تسن الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصلي عليها أولا ولو بعد الدفن. وقال الحنابلة: يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصلي أولا ولو بعد الدفن، ويكره التكرار لمن صلى أولا. هذا. وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس كما رواه ابن ماجه: لما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء، هو توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء ليلا أي ليلة الأربعاء، وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس عليه أرسالا أي جماعات متتابعين يصلون عليه، حتى إذا فرغوا دخل النساء، حتى إذا فرغنا دخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. يقول ابن كثير: هذا أمر مجمع عليه، وهو عدم الصلاة عليه جماعة. وعلل الشافعي ذلك كما في كتابه الأم بأنه لعظم أمره صلى الله عليه وسلم وتنافسهم في من يتولى الصلاة عليه. والله أعلم.